مشاهدي انفاس بريس، اهلا بكم في عدد جديد من برنامج انفاس سبور. كيف العاده غادي نخصصوا الحلقه ديال اليوم لمناقشه اهم المستجدات اللي كيشهدها الحقل الكروي المغربي، وكيحضر معنا في الاستوديو لتحليل اهم النقاط الناطق الرسمي لفريق اولمبيك اسلي والمنسق الاعلامي للفريق المصفيوي. اهلا بك استاذ ابراهيم فلاكي. مرحبا، انا سعيد انني نكون في هذه المؤسسه الاعلاميه الرائعه، اول زياره ليها واتمنى ان لا تكون الاخيره، واتمنى انني في هذه الحلقه نكون ضيف خفيف الظل ونكون نستفد من اسئلتك والناس يستفدوا من هذا الحوار الممتع اللي غادي يكون معكم ان شاء الله. مرحبا بك سي ابراهيم، وحتى حنا كنتمنوا انها ما تكونش اول واخر مره ان شاء الله. ان شاء الله. سي ابراهيم، كيف عرفنا ان حنا غادي نناقشوا اهم المستجدات اللي كاينه في الحقل الكروي، واخيرا مؤخرا حديث كبير في الحقل الكروي على تحكيم، واحد الجدل كيعرفوا المشهد ديال البطوله من خلال هذه المستجدات الاخيره اللي كتعلق بالتحكيم، شنو تعليقك على هذا الجدل؟ بدايه المشكل ليس مشكل محصور في المغرب، وليس المشكل يظهر في هذا كمستنقع يظهر، ولكن يجب أن نتعامل معه كتعامل المغرب مع مجموعة من القضايا ليست فقط المرتبطة بالرياضة ولكن المرتبطة حتى بالحياة الاجتماعية والقضائية والاقتصادية وغيرها. بالنسبة لموضوع التحكيم، هذه الحالة يجب أن تبقى حالة معزولة لا تؤثر على المشروع الرياضي الكبير الذي يسير فيه المغرب، سواء تعلق الأمر بالمنشآت الرياضية، بتخليق الحياة الرياضية، مؤسسة الحياة الرياضية، تقديم المغرب باش يكون قبلة لإفريقيا وقبلة للعالم في تظاهرتين رياضيتين غير مسبوقة في تاريخ المغرب. المغرب الآن يقوم بتجديد بنيته الرياضية لم يقع عليها أو شبيه لها في مختلف البلدان، واحتضان المغرب لكأس إفريقيا وكأس العالم يجب أن يكون على نفس وتيرة ما شهدته أوروبا، سواء في إسبانيا أو في اليونان أو فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية التي انضمت إما الألعاب الأولمبية أو كأس إفريقيا. بالنسبة للتحكيم، الآن المؤسسة ديال الجامعة أو كذلك مؤسسة العصبة تقف موقف شجاع في معالجة هذه القضية، والدليل على ذلك يمكن أن أسوق لك مثال يتعلق بما قاله السيد عبد السلام بالقشور في إحدى المؤسسات الإعلامية، قال على أننا نحن نراقب عن كتب وسنعالج هذا المشكل، وقدم رقما مهما يتعلق بتوقيف الحكام، وقال على أننا خلال هذا الموسم منذ بداية الموسم الكروي إلى الآن تم توقيف 62 حكم، مما يعني على أن العصبة الاحترافية والجامعة والمؤسسات واللجان الوظيفية التي تشتغل داخل العصبة الاحترافية مراقبة. احنا ما تنشوفوش الحكام واش موقفين ولا ما موقفينش، ولكن كان بحكم الاهتمام بحكم المتابعة كنعرفوا بأن الحكم إذا غاب مقابلة أو مقابلتين أو ثلاث مقابلات تنقلوا على أن هذا الحكم موقف، ولكن بالمقابل هناك تكوين للحكام، هناك مشت المهم على المستوى الوطني في العصاب وفي الأكاديميات ومراكز التكوين، وهناك حكام شباب اللي هاد السنة وخلال المقابلات ديال الإياب دخلوا حكام جدد وقدموا رسائل على أن التحكيم المغربي لا يمكن أن تخدشه حالة معزولة ستنال جزاءها إن كانت مخطئة وستنال الجزاء الإيجابي إن كانت محقة. إذن فعلا أستاذ، لأن عندنا أسماء ما شاء الله في التحكيم المغربي اللي تألقت على المستوى القاري والمستوى العالمي. أستاذ، بغيت نسألك واحد السؤال، واش حنا في البطولة المغربية لكرة القدم الاحترافية محتاجين للحكام أجانب؟ لا لا، حنا المغرب خصنا تكون عندنا قطيعة ما هو أجنبي. الآن المغرب يحمل الريادة على المستوى العالمي، راه المدربين ديالنا الآن الجامعة المؤسسة ديال أكاديمية محمد السادس لا نظير لها في العالم، حتى في أوروبا الآن يشهدون بالسمعة وبالمكانة ديال أكاديمية محمد السادس. على مستوى التكوين ديال المدربين، المغرب الآن يعتبر رائدا كمدرسة فيما يخص تكوين المدربين. الآن عندنا فائض في المدربين ما شاء الله. على مستوى
القوانين اللي تتعلق بالتسيير المجال التسيير ديال كره القدم بدءا من 30/9 تسعود وبالشركات الرياضيه وغيره. هذا موضوع توا افضنا في الحديث عنه. وبالتالي المغاربه الذين يدربون الفرق الوطنيه ابلوا البلاء الحسن، وما ليست لنا حاجه بالاستفاده من الاجانب. تاع المستوى الطبي هناك كفاءات مغربيه سواء تعلق الامر بالطب الرياضي او بالجراحه او غيرها، مغاربه على كفاءه وعلى مستوى عالي من الكفاءه. وبالتالي انا كمغربي ادافع عن الاطر المغربيه، ادافع عن الاطر المغربيه فيهم اللي تكون في مدارس خارج المغرب وكل اللي تكون في المغرب، ولكن المغاربه اولى لانه تعرف العقليه ديال المغرب. وهذه راه بانت مع وليد الركراكي، بانت مع عموته، وفي الفرق الوطنيه بانت بشكل جيد. اللاعبين او المدربين المغاربه اللي دربوا الفرق المغربيه حقوا نتائج ايجابيه. ثانيا حتى السوق التكلفه الماليه ديال المدرب المغربي هي اقل من التكلفه ديال المدرب الاجنبي، وملي تيجي مدرب اجنبي راه كيجي مع 6 ديال المدربين، بمعنى ان 6 ديال الاطر المغربيه غتمشي للبطاله. فعلا ضاعت فرصهم في الشغل، اذا فرص الشغل غتولي منعدمه. وبالتالي انا كمهتم بالرياضه وبكره القدم وغيرها، انا ادافع عن الاطر المغربيه ولا حاجة. أما فيما يتعلق بالتحكيم، المغاربة كانوا مغاربة، الحكام المغاربة كانوا كيمشيو يحكموا في بعض المباريات في الدول الأوروبية، الدول العربية، منهم مصر، منهم قطر والسعودية والبحرين والإمارات وغيرها. بل أكثر من ذلك، هناك كفاءات مغربية، حكام مغاربة راه نجحوا خارج المغرب في فرنسا وفي سويسرا وإيطاليا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. السبب وهو انه اما مشاو للشغل تما او في تكوين الدراسه واندمجوا في اطار التحكيم الاوروبي ديال الدوله اللي هو يقيم بها. سي ابراهيم، نرجعوا لبطولتنا الاحترافيه. مرحبا. حنا دابا كنعيشوا الثلث الاخير من البطوله، كيفاش كتشوف المنافسه وتقييمك للمنافسه لحدود اللحظه؟ اولا عندي ملاحظه مهمه، وهو بين من خلال تشكي ديال المدربين تيقولوا على ان جوج مباريات في دورة واحدة في أسبوع واحد كثيرة، ولكن إحنا إذا كنا إحنا بغينا بطولة احترافية، بغينا بطولة احترافية، ماشي بطولة احترافية على النمط الإفريقي، بطولة احترافية لأننا الآن نحن نتطلع لمنافسة الدول الأوروبية العالمية في مجال كرة القدم. وبالدليل على ذلك راه كأس العالم ديال قطر أعطانا هذيك المكانة، لأن ما جاتش ملحة، جات بالعرق وبالقوة وعليه. البطولة المغربية يجب أن ترتقي أكثر، لأن لانتونسيتي ما تجيش من التدريب، تحمل والقوة ما تجيش من التدريب، تجي من المباريات. وبالتالي زوج ديال المباريات في الأسبوع مهمة جدا للاعب ومهمة جدا للمدرب، ولكن كاين هناك مطالب وشروط للمساهمة والمشاركة في هذا المشروع ديال برمجة جوج ديال المباريات في الأسبوع الواحد. أكثر من هذا الشيء تقدر تقربنا منها أستاذ؟ دابا كاين جوج، دابا البطولة الوطنية كيلعبوا جوج ديال المباريات في الأسبوع، إما في بداية الأسبوع والآخر في وسط الأسبوع، أو في وسط الأسبوع وفي نهاية الأسبوع. دابا الآن في أوروبا كنلقى جوج المقابلات في الأسبوع تيتلعبوا من زمان، وعندهم 40، عندهم 20 فرقة في القسم الوطني الأول، ياك. حنا اللاعب المغربي ما بغاش يتوقع ويكون عنده طموح أنه يكون في المنتخب، لأنه لا يعقل على أن المنتخب الوطني المغربي فيه جوج ديال اللاعبين أو لاعب واحد. كتقصد اللاعب المحلي؟ اللاعب المحلي يتهاون في المباراة الوحيدة، كتلقى تحايل في المباريات، شحال من مره كتلقى اللاعب تيسقط تضيع الوقت. ثانيا المباراه فيها التوقيت القانوني هو 90 دقيقه، ولكن التوقيت اللي كيلعب اللاعب ما كيفوش حتى 20 دقيقه ولا 25 دقيقه. الجهد البدني اللي كيبذلو، كنلقى مثلا اللاعبين راه كاين اللي تيدير 13 كيلومتر في المقابله الواحده. اللاعب المغربي راه ما يمكنش يفوت 10 5 كيلومتر ولا، لان الماتش كامل هو طيح، بحيث الله يكون في عون الحكام فهذاك لو طون اديسيون اللي كيزيد كيمكن واقيلا يزيد حتى 30 دقيقه الى غادي يحسب داك الشيء اللي كيوقع. لانه بمجرد ما كيدخل الطبيب الملعب الحكم كيحسب الوقت بدل الضائع. وبالتالي الا بغينا يكون عندنا لاعب محترف، اذا خاصو هذيك التحمل لانتونسيتي ترتفع باش بالمباريات، لان داك العيا ما تيحيش بالونطريمه، لا ما يحيدوش المباريات، ما تيحيدو العيا. يعني اللاعب المحلي مطالب بالاستئناس بهذا المعطى الجديد. المعطى الجديد هو ضروري
اولا باش نكملوا البطوله في وقتها من اجل الاستحقاقات لان الاستحقاقات اللي قادمه. ثانيا اللاعب يولي يبان لاعب لاننا شدينا داك البيس راه ماشي متوفر عند جميع الفرق اللاعبين المغاربه، نشدوا البيس ونقراوها. غلقوا اللاعب ما لعبش يلعب شي 15 دقيقه ولا 20 دقيقه من 90. ثانيا الكيلومترات اللي تيجري هو غير تيتحايل لدرجه تيسقط في الارض وتيبقى يشوف الحكم واش غيطلع عليه ولا ما يطلش عليه. وهذا مضر. حنا خاصنا حنا نسوقوا منتوج كروي مغربي على المستوى العالمي يرقى الى منتوج كروي الاوروبي. طبعا استاذ ابراهيم، نقدروا نتحدثوا على بطل محتمل الان ولا الامر سابق لاوانه؟ لا الان باقي، لان الى شفتي الترتيب التسلسلي ديال البطوله الوطنيه المغربيه من من, من الجيش الملكي الرجاء كتلقى ثلاثه نقاط، الجيش الملكي الرجاء كتلقى الفتح ثلاثه نقاط، نقطه واحده اسفي في المرتبه الخامسه 31 اذا و30 المغرب فاسي اعتقد ولا تطوان، اذا من 30 والفوق هما معزولين، كاينه نقطه جوج النقاط. ولكن من الرتبه السابعه الى الرتبه 16 كاين الفارق كبير، 5 نقاط 4 نقاط 6 نقاط. اذا الان اي تغيير اي كبوه اي نتيجه غير ماشي فيها الانتصار، مثلا الجيش لا تعادل وتخسر، الرجاء تربح تولي هي وياها، فعلا الرجاء تخسر تهبط، الجيش تزيد، اذا الترتيب التسلسلي وفارق النقط البطل الضعيف او عفوا او البسيط ما يخليناش احنا باقي لنا عندنا 10 المقابلات باقيين، لا احد ولو تدير قارئة الفنجان ولا الكف ما يمكنش لينا تعطينا تقول لنا الجيش الملكي غتفوز بالبطوله او الرجاء او شكون هما. راه حتى بالنسبه للقسم الوطني الثاني نفس المشكل، كاين هذاك الفارق ديال النقطة بين الفريق الأول والفريق الثاني ثلاثة نقاط، إذا قابلة للتغيير. يعني هذاك الفارق ديال النقاط اللي ماشي كبير بين الفرق ما نقدروش نقولوا هذا ولا هذا اللي غادي يكون. 10 ديال المباريات مازال العاطياتي، مازال باقي المقابلات، لا أحد يستطيع التكهن من هو الفريق البطل، ولكن بين ملامح على أن الصراع على البطولة هو يقدر يبقى منحصر ما بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، لأن الرجاء البيضاوي إلى حدود الدورة العشرين لم ينهزم، وهذا رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة للبطولة الوطنية المغربية. فريق الجيش الملكي الآن يبصم على بطولة مهمة جدا، عدد الأهداف اللي كيسجلها في كل دورة 5، البارح 4 أو 3، فمهم فريق الرجاء البيضاوي ينتصر داخل الميدان ينتصر خارج الميدان، والقادم أحسن بالنسبة. احنا بغينا نشوفوا بطولة مشوقة وما يكونش في هذاك الفريق كبير باش نشوفوا تبقى غادي البطوله فيها التنافس حتى نهايه الدوره. هادشي اللي كنتمنوا يبقى التنافس مستمر لنهايه البطوله. استاذ بغيت نرجع معك للاحداث اللي وقعت قبل المباراه ديال المغرب التطواني والرجاء البيضاوي، كيفاش شفتيها؟ هذيك الاحداث كانت غابت هذا الموسم هذا وعاود رجعات. لا هي حدث البطوله، هي حدث معزول لانه وقع خارج الملعب. الجماهير التي كانت في ملعب ساني ترمل لا الرجوية ولا الودادية كان تعاملهم تعامل أخلاقي، الرجوية والتطوانية كان راقي جدا لدرجة أنهم تبادلوا الورد، جابوا لهم الماء، كان أسلوب حضاري جدا. هذوك اللي بقوا خارج الملعب هم اللي قاموا بالشغب، ولكن يجب القطيعة مع هذه الحالة، يجب القطيعة مع هذه الحالة، لأن الآن إحنا الآن هذا الموسم كامل داز مزيان فعلا. من بداية الدورة الجمهور إلى كانت السلطات العمومية كتمنع عندها الحق تمنع في بعض المدن وبعض الحالات وبعض الجماهير اللي تبقى معزولة، ولكن يجب القطيعة مع هذا الأسلوب. نحن بلد مسالم، بلد ديمقراطي، كاين حرية الرأي حرية التعبير، ولكن ماشي لهالدرجة. الاعتداء على الناس، الاعتداء على ممتلكات الدولة، إصابة رجال الأمن غير مقبول بتاتا. نحن في ملعب وهو وسيط اجتماعي، يجب على جميع أطراف العلاقة في موضوع كرة القدم أننا كنجيو ليه كنتفرجوا فيهم الصحفيين، فيهم العائلات مع وليداتهم مع النساء ديالهم مع بناتهم، وعليه يجب القطيعة. حنا في أسفي الجمهور ديالنا جمهور الشرق اللي يؤتت الفضاء ديال ملعب المسيرة، الناس تيتابعوا داكشي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات ديال التلفزيون، حتى الرحلات ديالهم تيمشيو وتيقدموا واحد الصورة طيبة، وماشي غير هما، حتى بالنسبة للجمهور ديال الرجاء ولا جمهور الوداد اللي كيكونوا في الملعب كيكونوا تيفوات، وكيكون لدرجة أننا أصبحنا نتباهى بالجماهير المغربية، ولكن المراهقين وغيرهم والقاصرين وغيرهم هادو هما اللي كتبقى حالة معزولة.
من وجهة نظرك سي ابراهيم، يعني الامر يحتاج لواحد المقاربه اللي تكون فيها الجامعه ويكون فيها الشق القانوني وجمعيات. هذا الشيء دائما احنا ما غنبقاوش كل مره. دابا الان كيف قلت لك في البدايه، احنا عندنا الان مشروع ديال اعاده ظهور المغرب بهذا الشكل، لان مثلا الاجانب غادي يجي في مطار محمد الخامس او غادي يجي في مطار ديال طنجه وتينزل في الطريق جاي من الدار البيضاء غادي يجي للرباط، كيشوف التطور المهول في البنيات الاساسيه، في الطرقات، في المطارات، في المحطات. اذا هذا الشيء واش نخربوه؟ اذا هذا الشيء خاصنا نسوقوه تسويق رائع جدا للعالم. هذا هو المغرب الديمقراطي اللي جلاله الملك حارس جدا بفضل الكفاءات المغربيه على انها تبان بهذا الوجه المشرق. يجب ان نشارك جميعا، صحافه ومجتمع مدني وغيره، في هذا المشروع ديال المغرب الرياضي اللي كل شيء الان كينتظرنا. كيف سيكون كأس افريقيا وكيف سيكون كأس العالم؟ وحسب المسؤولين تيقول لك على انها ستكون احداث غير مسبوقه في تاريخ كره القدم على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي. وانا عشت الالعاب المتوسطيه ديال 83 وعشت الالعاب العربيه، حفل الافتتاح كيف كان بديك الشكل اللي كان فيه، بحيث ان دائما المغرب تيكون نموذج فريد من نوعه في استقبال ضيوفه وفي تقديم صورة المغرب الحضارية والتاريخية. وهذا الشيء اللي كنتمنوا يتحقق في كانو في المونديال. باش نختموا سي فلكي، بغيت قراءتك لمشاركة الفرق المغربية في المنافسات القارية نهضة بركان وداد الرياض. اولا حنا ملي يشارك فريق مغربي هو ماشي حيت هو بركاني ولا ودادي ولا رجاوي ولا جيش ملكي، هو فريق مغربي كنكونوا دائما معاه. اولا سعدنا تأهل البركان، وفريق الوداد البيضاوي هو ضيع في مقابلات في المغرب. كاين عندي ملاحظة أخرى أتمنى الناس يمكن شاعرين بها، وهو أننا الفرق المغربية تتبغي تشارك في كأس إفريقيا ماشي من أجل المشاركة ولكن من أجل التتويج، ولكن في نفس الوقت يبيعوا اللعابة ديالهم. الركائز الأساسية كتباع، أنت تتبيع الركائز الأساسية ديالك للمنافسين ديالك وتتبارى معاهم وتتمشي تدي انتدابات للاعبين درجه ثانيه ما عندهمش تجربه على المستوى الافريقي، حتى مستواهم داخل البطوله الوطنيه كاين ما اقوى منهم، ولكن نظرا لوجود وكلاء اللاعبين كيزينوا الصوره ديال هذا اللاعب غيصلح ما يصلح شيء اللي يدير. ولكن انا نصيحتي، وان كانوا هما كاين كفاءات اللي كيسيروا الشان الكروي، انا لا بغينا خصنا نحافظوا على التوابيت ديال اللاعبين. إلا بغينا يكون عندنا التتويج على المستوى الإفريقي أو المستوى العربي، اللاعبين ديالنا المكافآت المالية اللي يستحقها ماشي بشكل لاعب ما ساوي والو وتيتم التباهي، يجب إعادة تسقيف التعويضات المالية والأجور ديال اللاعبين والاعتماد على مراكز التكوين بحيث اللاعب المحلي ترجع ليه هيبته، لأن في السابق راه كنا كنشوفوا الفرق الوطنية مكونة غير من اللاعبين المحليين. الآن يجب فتح هذا الملف، ما هي الأسباب التي جعلت اللاعب المغربي يتراجع عن الوصول إلى المنتخبات الوطنية؟ شكرا لك سي إبراهيم، كنت سعيدة بالاستضافة ديالك، شكرا على كل ما قدمتينا في هذه الحلقة. تانا تنشكركم ونتمنى نكون احسن، نتمنى تطرق المشاهدين والمتتبعين لهذا الموقع الرائع، والخير فيما اختاره الله والقادم سيكون احسن ان شاء الله. انا كنشكرك لانك تحملتي عناء السفر. لا انا موالف، انا حياتي ملي بديت في الاعلام من 75 دائم السفر على طول المغرب، بحيث من 75 وانا كنجول بحكم عملي في الاذاعه حتى 2005 لم ما كان، يعني هذا هو الرياضه. لما تتصلوا بي الصحفيين يجب ان اكون معهم ودودا ورحيما في اعداد بطائق الاعتماد، لما تتصلوا بي في معلومه يجب ان نكون في الموعد، وبالتالي هذا هو المطلوب منا كجيل جيل ثاني ديال الاعلاميين الرياضيين، والجيل الان لان الرساله راه تتحملوا انتم فيعطى واحد الصوره مشرقه للاعلام الرياضي والاعلام عموما. شكرا لك سي ابراهيم فلكي. مرحبا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد من انفاس.